فالبكاء على الميت لا بأس به إذا لم يصحبه محذور شرعي من النياحة ورفع الصوت أو الدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك. قال: مع أنه لعن النائحة والمستمعة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، والنائحة من النوح، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالبكاء وويلاه وثبوراه ونحو ذلك. والمستمعة يعني من تستمع لها لأنها تقرها على هذا المنكر.